مرحبا والسلام عليكم، اهلا وسهلا بكم الجميع الى قناه تعلم هندي بالعربي. هلا بنتابع بسلسله التسوق الجزء الرابع. الجزء الرابع راح نشوف شو ممكن يصير في حوارات او سيناريوهات مع اصحاب المحلات والدكاكين. شفنا في الفيديوهات السابقه كيف لما نسال شو مثلا بدنا فرشاه اسنان يمكن يعرض عليك اذا في عنده شغلات ثانيه زي الصابون. افرض انك انت بيلزمك صابون وعجبك السعر فبدك تقول له يعطيك صابونتين مثلا. فاذا هيك راح نشوف شو فبدك بالانجليزي بنقول give me two soap. give me two soap. soap هي الصابونة بالانجليزي. بالعربي يعطيني صابونتين يعني عدد اثنين. طيب هلا بدنا نشوف شو بالهندي اذا كان بيعرفش انجليزي شو ولا عربي. عرفت كيف؟ ف دو هي معناها اثنين. دو عدد اثنين دو بقوله كويس. فاذا تقول دو هاي دو صابون موجي دو. فاذا اعطيني صابونتين. هلا بنترجمها نكتبها فينا نكتبها بالعربي هون دو صابون موجي دو كويس. فاذا هاي بالهندي. هلا بنشوفها حرف بحرف كيف بكتبوها. هذا هون عندنا حرف الد. هاي هون اول شيء شو عندنا حرف الد للمراجعه بشوف بالفيديوهات السابقه زي ما شفنا انه هي حرف الد هون بنكتبها كمان مره. هاي شو حرف لحالها حرف الد. هون حرف الد بس احنا بدنا الدو. شفنا بالفيديوهات السابقه كيف انه اذا الدو اذا عطيت لها الف ها بصير دا. بس احنا بدنا دو عشان تصير دو بنحط لها زي الريشه بنوصلن مع بعض. فهي صارت شو دو يعني تنتين تنتين صابون. هيك بالهندي بيحكوا رقم اثنين بالاول اثنين صابون. فاذا صابون هاي اول شيء حرف الصا. هاي اول واحد حرف الصا هون الصا بتزيد لها ا زي ما شفنا صح و آ بصير صح 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 و آ. شو بتصير هنا مع بعض صارت شو صارت هاي صح و آ صح كويس. هلا بيجي وراها بو قلنا صابو. فإذا في عندك الحرف الأصلي هو البه. هاي هو الحرف البه عليها دويرة وشحطة زي هاي زي ما شايفين هون. بس لحتى تبطئ البه لحالها بدها تصير بو بهطولها زي شو زي ضمة رجعنا كتبناها هون. شو رجعنا كتبناها هون عشان تصير بو. فإذا إياها عملنا لها زي كأنه في لها ضمة هيك زي كيف بالعربي ضمة. نفس الشيء بالهندي قريب عليها بس بحطوها من تحت. فهاي صارت مع بعض هون شو صارت بو. هاي صا بو وهذا حرف هون حرف النا آخر شيء حرف النا. كمان مرة كتبنا هون حرف النا هاي نفسها. فإذا صارت صابون. شو صارت دو صابون يعني اثنين صابون. هسا شو لإلي أعطيني بيقولوا أعطيني تومي بالإنجليزي. فشفنا بنعرف حرف الما من الفيديوهات السابقة من الدروس السابقة. هاد هون عندك حرف الما. هاي شو عندك حرف الما. بس لحتى يصير مو بحطوا لها شو ضمه. بس مش ضمه ممدوده مش زي الصابون ضمه من هاي الناحيه ضمه بالاتجاه للشمال. فهاي هنا صارت شو هاي هي عباره عن مو بزيدوا لها جي. الحرف الثاني اللي وراه كتبناه هون حرف جي زي حرف الاس يعني نكتبها كمان مره نشوف كيف بكتبوها زي حرف الاس بالانجليزي. بس بحط لها شحطه من هون وشحطه من هون. هاي صارت شو حرف ج او جي. هيك بشدوا عليها جي. بس احنا بدنا جي مو جي.
فبعطوا له شحطة من فوق هيك زي ريشة، صارت صرنا نعرف شو القواعد، إنه هاي صارت كلها مع بعض موجي زي ما شفنا هون، موجي لإلي تو مي بالإنجليزي، دو دو بتشبه هاي اللي كتبناها هون دو، بس كل واحد لها معنى شكل. دو بالأول كانت رقم اثنين، عدد اثنين دو، شو صابونتين، بس دو هنا من فعل أعطي، أعطيني، فإذا دينا هو الأصل من العطاء، فإذا بدك تقول له دو يعني أعطيني، كويس، دو يعني اثنين أعطيني، كويس، هيك بتقول له الجملة كاملة بصير دو صابون وجي دو. وشكرا للمشاهدة، والرجاء الاشتراك، ونراكم في الفيديو المقبل، وإلى اللقاء.